يقول فضيلة الشيخ أرجو منك وفقك الله ونفعني ومن سمعه الإجابة على سؤالي بل مشكلتي التي تؤثر علي في حياتي وعبادتي وأخشى أن تصرفني عن ديني فأريد منك علاجا شافيا لي ولغيري من الشباب خصوصا ونحن نستقبل هذا الشهر المبارك. المشكلة هي العائلة السرية، ما حكمها وهل توجب الوصول وهل تؤثر على الصلاة والصيام والعبادة؟ افتح لنا بابا نخرج منها فتح الله لك والسامعين أبواب الجنة الثمن. العادة السرية وهي السنة، أي محاولة إخراج المني بأي وسيلة، باليد، بالتقلب على الفراش، بأي وسيلة، هذه محرمة، بالصيام وغير الصيام. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ووجد دلالة الحديث أنه لو كان الاستبناء جالسا لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الاستبناء لا مشقة فيه بل فيه متعة بالنفس. فلما عدل عنه إلى الصوم مع آب الصوم من المشقة أحيانا، دل ذلك على أنه أي الاستمناء نزل جالسا فهو حرام، وإذا نزل المني أفسد الصوم ووجب على الإنسان القضاء، وإذا نزل المني وجب على الإنسان الغسل، فلو صلى بغير اغتسال فصلاته باطلة. وبهذه المناسبة أود أن أقول: الجماع مفسد للصوم وإن لم يحصل الإنسان، فإذا وقع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم تعلق به خمسة أحكام. إذا وقع الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم تعلق به خمسة أحكام: الأول الإثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب المضي فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا وزوجته مثله إن طاعت. أما إن أكرهها وعجزت عن مدافعته فإنه ليس عليه قضاء ولا كفارة ولا فساد صوم. نعم. الباب الذي يمنع الإنسان من هذا الشيء هو أن يتجه الإنسان إلى ربه اتجاها صحيحا بأن يمنعه من هذه العادة. فإن الإنسان إذا لجأ إلى ربه مضطرا إليه عز وجل أجاب الله تعالى، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إله ما الله، لا، إن الله يجيب دعوة المضطر ولو كان كافرا. الدليل أنهم إذا ركبوا في الفلك دعوا الله المحسن له الدين، فإذا نجاهم إلى البر أشرف، فهم مشركون وهو يعلم عز وجل أنهم سيرجعون إلى الشرك إذا نجوا، ومع ذلك يجيبهم لاضطرارهم إليه ولجوئهم إليه. فالجأ إلى الله عز وجل واسأله أن يعصمك منه، ثم انتظر الفرج من الله سبحانه وتعالى، فإنك إذا تركت هذا لله عوضك الله خيرا منه عاجل وغير آجل. وربما إذا استمرت على هذا الشيء عليك بالتحريم ربما يعصمك الله أمرك ولا تصل لك الزوجة. ثم إذا حاجت عليك الشهوة فالجأ إلى القرآن والصلاة أو مطالعة
تفسير كلام الله أو شرح كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو الخروج إلى المسجد إذا كان يمكن يعني بالنهار مثلا. المهم أنك تتسلى عن هذا مع الاستعانة بالله وسؤاله عز وجل والتويل.